حسني وصاها وما لها نسيات عهدي وقد حلفات عند المقام يميني فوق يمنى. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله مع حلقه جديده من برنامجكم السيده 60، وضيفنا الدائم هو الدكتور عايد بن عبد الله القرني. حياك الله ابو عبد الله. اهلا وسهلا ابو عبد الله، مرحبا بالجميع. الله يحييك. تجارب وقصص وحكايات وروايات معك في حياتك، احنا حريصين مما استفدته انت تريد ان تنقل التجربه الى الساده المشاهدين. من وحي الذكريات، خلينا نرجع الى الطفوله و تجربتك مع القرآن الكريم، وبالذات في مرحلة الصغر الابتدائي المتوسط، وكيف وصل الدكتور عايد القرني إلى القرب والدخول في أعماق كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال التفسير وغيره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. حبيبنا والإخوة المشاهدين، أن القرآن أنا بدأت مثل ما يبدأ الطلاب في المدارس، لم يكن في المدارس وعندنا في القرية اهتمام بالقرآن مميز. نعم. كان من ضمن المواد. ولكن وفقني الله عز وجل لما انتقلت في الأولى الثانوي كانت نقلة نوعية في حياتي مع القرآن. يا سلام. وصلت أبها، وكان هناك الشيخ عبد الله الأفغاني وهو عالم كبير في القراءات وهو المرجع معروف مشهور، فالتقيت به فبدأت أحفظ القرآن وأجوده عليه، ثم بدأت أقرأ عن العلماء في الاهتمام بالقرآن فسارت صحبة مع القرآن. يا سلام. مرة بأني أقرأ معانيه، مرة في التفسير، مرة أحفظه، مرة أتدبر ما تيسر بنفسي، مرة أستمع له. وأنا وجدت حبيبنا أنه ينبغي الإنسان ينوع مع القرآن. القرآن يحتاج أحيانا أنك تسمع كما سمع صلى الله عليه وسلم، أحب أن أسمعه من غيري. نعم. قارئ يعجبك مثلا خذ ولو دقيقتين ثلاث. نعم. مرة لا بد يكون عندك ورد يومي. نعم. كان عندي جزء أول كنت أعرف الأسماء، دلني أحد المشايخ قال رتب التاريخ الشهر على الأجزاء، يوم واحد يوم واحد، يوم 15 الجزء 15، يعني كل يوم جزء. نعم. يا سلام. فلكني بعدين كنت أكرر جزء مرتين أو ثلاث أو أحيانا جزئين أو ثلاث، لكن الجزء اليومي هذا واجب. منها أني كنت أطالع التفاسير فأجد معاني تساعدني على فهم القرآن، لكني رأيت في الأخير القرآن يحتاج إلى مصاحبة. يعني كأعظم صديق في العالم. الله يجعله ربيع قلوبنا، لأن فيه نجاة وفيه علم وفيه إعجاز وفيه محبة وفيها قرب من الله عز وجل. نعم. وكأنك تكلم الباري سبحانه وتعالى. سبحانه. حتى أني أنا أرى أن نأخذ بارتياح يا شيخ أنه قصة هداية لك وقضية معجزة. صدقني الآن يعني لي كم يعني مثل عشرات سنوات وأنا أستمع القرآن. إني أستمع في المسجد أحيانا لإمام يعني جميل الصوت كان أول مرة أسمعه، لا إله إلا الله، ويجيني إشراقات في آيات ويجيني هزة في جسمي أحيانا أقول أنا سمعت هذه الآية. فالقرآن هو جديد علي. سبحان يعني الله. الكتب صارت مكررة، طبيعي صار عندي معلوم يعني أكثر مفهوم. نعم. قرآن أول مرة، يعني من جم بكر لا تنتهي فوائد ولا خزائنه. الله أكبر. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يفقه القرآن ويعمل بالقرآن. الله لأن أكبر. قضية القرآن هو حق التلاوة وحق التدبر وحق الحفظ وحق العمل به وحق التحاكم إليه وحق الاستشفاء به. صحيح. هذه حقوق. جميل. طيب شيخنا، الآن سبحان الله لما تتلى الآيات كثير من الناس لما تذكر الجنة أو النار أو الموت تجده يتأثر ويبكي، لكن هناك من يتدبر القرآن تجد آيات ليس لها علاقة في الجنة والنار ولكن يتأثر ويبكي. أبغى أوصل إلى نقطة ذكرها أحد الصحابة اللي هي ما يمر آية حتى يتدبرها ويفسرها ويعمل ما بها، فهل هذا صحيح؟ بعض الناس يقول أبغى أحفظ القرآن كامل بشكل سريع، أبغى أتلو في رمضان القرآن كاملا حتى أنهي ثلاث مرات، أختم القرآن ثلاث مرات، هل المنهج صحيح وإلا أقرأ وأفهم ما بداخله وفحوه؟ ليس في جواب واحد للعلماء، لأن الناس يختلفون يا شيخ، يختلفون في لا نستطيع أن نحد الناس بمسار واحد ونقول أفعلوا كذا. جميل. فيهم العامي الذي التلاوة في حقه زيادة أجر لأنه لو بقي ما لن يفهم كالعلماء. ممتاز. فيهم الذي يدرك بدقة النظر من المعاني فيقلل من المقروء علشان يستنبط. نعم. وفيهم من يرتاح لمراجعة حفظه. فكل ولذلك ما حده صلى الله عليه وسلم بطريقة أو بطريقة. طبعا الآية التي تقول أنت أو الحديث هو عن أبي عبد الرحمن السلمي إن حدثنا من كانوا يقرؤون القرآن يعني من الصحابة أنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى آيات. يعلموا هذا عند الحفظ يعني سبحان الله، يعلموا يحفظوها ويعلموا بما فيها يتدبروها. هذا هو. جميل. طيب سورة الفاتحة، والدكتور عايض في أكثر من لقاء يذكر الناس بقراءة سورة الفاتحة بالاستشفاء وبالرقية، ما هو السر في ذلك؟ تؤكد على سورة الفاتحة كثير.
سورة الفاتحة عجيبة. أنا لي معها قصة. أنا قرأت في السنة طبعا احتفاء بالفاتحة، حتى في القرآن يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. شوف يقول السبع المثاني والقرآن أعطيناك، يقولون نجعلها مرة هي وحدها والقرآن قرآن وحدها. لا إله وقالوا لا تمدن عينيك، يقول ما عندك سبع الفاتحة بل يتمد عينيك إلى ما تعنى به، يقول الدور والقصور والحدائق والكنوز والفنادق والبنوك ترى أعطيناك سبع من المثاني. فلذلك صلى الله عليه وسلم جعلها كافية وشافية، وتراه رقية وتراه علم وتراه دعوة وتراه فيها سر. يقول صلى الله عليه وسلم وما يدرك أنها رقية، قراها رجل على ملدغ فشفي. الله أكبر. وقال هي الكافية، وصار لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني ما ليس في قائمة. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن الله عز وجل حديث قدسي في مسلم، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال عبدي الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قال ثنى علي عبدي، ويقول مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإياك نعبدك ونستعين قال هذا بيني وبين عبدي الحديث. الفاتحة شيء، أنا عشت تجربة مع الفاتحة. أتاني مرض في جنبي، يعرف الأخوة والزملاء، حتى الشيخ محسن زهراني رافقني في عدة مستشفيات وغيره، يعني سبحان الله استعصى هذا. أنا رحت إلى مستشفى التخصصي، إلى دلة، إلى الحبيب، إلى ثلاث مستشفيات في القاهرة، رحت إلى باريس المستشفى الأمريكي. صار في سبحان الله بعضهم يقول هذا في مدري الغضاريف، بعضهم الصفاق مدري في الصفاق مدري في بعض، أخذوا إشاعات. يا شيخ خنجر مغروز في جنبي هنا، لا إله إلا الله. وكنت يعني تجد عندي أعوذ بالله من الانزعاج ما الله بيعني لا أنام. في الأخير قال لي أحد العلماء ما جرب سورة الفاتحة، لأن ابن القيم في الدواء جواب الكافي يقول أعيى الأطباء مرض عندي، يقول عند ابن القيم. فذهبت يقول في مكة وأخذت ماء زمزم مع الفاتحة وداومت عليه فشفيت. لا إله إلا الله. فأخذت زمزم مع الفاتحة وأخذت أنفث وأقرأ وأنفث وأقرأ. طبعا جاء عندي أكرمكم الله كاللعاب يخرج من فمي، وكانوا في أسلاك مثل من الزعفران. سبحان الله العظيم. وبعدها تشافيت إلى الآن. لا إله إلا الله. بسورة الفاتحة. بسورة الفاتحة. نعم. ومع زمزم. وكل مع زمزم. وقال بعض العلماء ولو ما عاد. ولو ما عاد. يا شيخ أنا لما قلت العلماء قالوا هذه شيء، سورة الفاتحة شيء آخر، تقرأ بإخلاص حتى يكون لك ورد يومي. أنا أحرص في اليوم حتى بين الأذان والإقامة إذا انتهيت من وردي أكرر سورة الفاتحة. ابن تيمي كان يكررها من الفجر حتى يرتفع الضحى. سبحان قال الله. قال هذه غدوتي لو لم أتغدى سقطت قواي. لا إله. قال أنزل الله أربع كتب، التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، جمعها في القرآن ثم جمعها في الفاتحة ثم جمعها في إياك نعبدك ونستعين. الله أكبر. سر من أسرار الله هي موجز للرسالة. خطيب مشهور عربي على المنبر يقول قرأ سورة الفاتحة قال كان هذا هو الموجز، وإليكم تفصيل الأنباء في سورة أكبر. الشريعة كلها في الفاتحة. لا إله إلا والله يا شيخ يوم تقرأ ما يقولها البشر، ولا كانت العرب تدري، ولا الشعراء، ولا أهل السوق. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما يقولها إلا الله. الله أكبر. هي الشفاء وهي العافية يا شيخ، هي وردي أجد فيها سكينة وعزاء لمن لم يحفظ القرآن. يا أخي اقرأ الفاتحة في السيارة وانت جالس وانت قائم، والله أجر ومثوبة ورقية وشفاء وعافية وعلم وذكرى واتصال بالباري. الله أكبر. نعم جزاك الله خير. وهذه رسالة جميلة جدا لكل من يشاهدنا الآن بأن يحرصوا ويستمسكوا بسورة الفاتحة. ننتقل حلقتنا عن الوحيين الآن، ودنا نتجه إلى السنة النبوية. ودكتور عايض القرني مع أنه شهرته ما شاء الله في العلم الشرعي وفي الأدب والشعر وكتب هنا وهنا، رسالتك الدكتوراه كانت عن السنة النبوية، فلماذا هو متعلق؟ وأنا أعرف بأنك أنت حريص حتى على التأليف عن محمد صلى الله عليه وسلم، وحريص على أنك يعني تجعل هذا الأمر يعني هو زكاة لما أعطاك الله من العلم، فالسنة النبوية قريبة إلى قلبك. الله يثيبك، والله أنك حركت مشاعري بذكر السنة، وإني إذا ذكرت كلام محمد صلى الله عليه وسلم يا شيخ أجد من الراحة والاطمئنان إليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. أنا جربت الفنون وقرأت فيها، لكن علم الحديث خاص، لأني يعني درست علم الحديث طبعا في أصول الدين. نعم. والماجستير في الحديث والدكتوراه في الحديث. ما شاء الله تبارك الله. أنا قبل ما آتيكم في البرنامج معي فتح الباري ليل ونهار لابن حجر. ما شاء الله. فتح الباري شرح صحيح البخاري في 32 سنة، المقدمة في 7 سنوات، والكتاب في 25 سنة. لا إله إلا الله. قالوا الشيخ بن باز حتى هل تعلم له مش مثل شرح؟ قال لا، كما قيل لهجة بعد الفتح، والشوكاني سبق وقال لهجة بعد الفتح، يعني بعد الفتح. فتح الباري. فتح الباري. ايه. كتب السنة عموما رياض الصالحين، صحيح البخاري، صحيح مسلم، لكن أجد روحي لأنك مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. فالسنة شيء آخر يا شيخ، وأجد فيها من اللذة، حتى أني قرأت الغزالي صاحب الإحياء
اشتغل بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام والفكر. بعدين انتبه في آخر عمري فأصحى البخاري على صدري وخذ يبكي، وهو يقول قال بيتين جميلين، يقول تركت هوى ليلى وسعدى بمنزلي وعدت إلى تصحيح أول منزلي سلام. ونادتني الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى حبيبي فانزلي. يقول الله وصلت الآن، الله وصلت الآن. أنا أمسك صحيح البخاري وفتح البارحة وأردد، يقول جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجدين هما شفياني، فوالله ما من رقية يعلمانه ولا شربة إلا بها سقياني، فقال شفاك الله، والله ما لنا بمكنون ما تحوض ضلع يداني. أروح في الدنيا يجينا هموم أو أخبار مزعجة أو صدمات أو لكمات أو شيء، لكن إذا دخلت البيت فتحت صحيح البخاري بعد القرآن طبعا، وقال حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا سفيان، الله أئمة كبار، إما جاك بالزهري، إما أتاك بمالك بن أنس، إما أتى مثلا بذكر الشافعي، ذكر أحمد مثلا، تجمل أجواءك، تجمل أجواءك. ثم يصل إلى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، فأجد الحياة كأني عايش مع الصحابة. أنا ذا الحين أعرف كثير من الصحابة أكثر يمكن من قبيلتنا ولا جماعتنا، ما شاء الله، أعرف حتى الأنصار، أعرف المهاجرين، أعرف فلان، أعرف فلانة، ما شاء الله تبارك، وأعيش معهم. يا شيخ سواليف المجالس والله إلا كلام فاضي. كثير بالمناسبة بيجي إلى حديث، نعم. لكن يوم أجد روحي مع الحديث يا شيخ، يا أجد مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، في لباسي، في أكله، في شرابي، بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، في حياتي، حتى وإذا جاك أي مشكلة في حياتك ترجع وتطمئن، أجد الحل يا شيخ، أجده في حياتي كلها، أجده صلى الله عليه وسلم في لباسي، في طيبي، في حياتي، في أكلي، في شربي، حتى يقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللهم صل على رسول لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله، الله ويقدم نفسه للعالم يقول خذوا عني مناسككم، يقول من رغب عن سنتي فليس مني، اللهم صل على رسول الله. ثم معجز يا شيخي، أنا منبهر الآن، لم أكتشف إلى الآن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، إلى الآن جديد علي، والله يا المزحة يا شيخ عندي إن إعجاز، سبحان الله. أنا وقف أنا وزملائي لي في الحديث ونوقف ننبهر، منهم من يبكي ومنهم من يشتاق، كيف هذا المعجزة، كيف هذا العظيم، حتى شوف ترمى يكل هارث ألف العظماء المئة فجعله أول بهم صلى الله عليه وسلم، هو لا ينتهي عظمته أبدا ولا إعجازه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على رسول الله. جميل، جزاك الله خير ورفع الله قدرك على هذا الكلام الجميل. شو وقتنا لأننا كلنا نطلع على كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم لكي نطمئن وتنحل كثير من مشاكلنا. نروح وياك مشاهدينا إلى الفقرة الثانية. حياكم الله مع ترانيم، ضيفنا الدائم أبو عبد الله شيخ عايض قني، وحياك الله أبو عبد الله. أهلا وسهلا. مع الوحيين في وحي الذكريات تكلمنا عن الكتاب والسنة، ونحن الآن في فقرة الشعر والشعراء، نبي إن كان هناك قصائد فنبي نسمعها من الدكتور عايض. بلا شك يعني شوف أعز ما يملك الإنسان ويحمله الوحي المقدس الذي شرفنا الله به، حتى يقول سبحانه أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، شرف عظيم. ولذلك يقول سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون، قالوا شرف لك ولقومك، أعظم منه يعني. فلذلك أنا أحيانا أنظم شعر ما في القرآن أو أحفظ الشعراء أو العلماء أو في السنة، مثلا يقول بوصيني عن القرآن، دعني ووصفي آيات له سطعت سطوع نار القرى ليلا على علمي، زدت أنا قلت أتى على سفر التوراة فانهزمت فلم يفدها زمان السبق والقدم ولم تقم منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. ولذا قلت مرة في عن أبيات قلت والوحي مدرسة الكبرى سلام وغار حراء تاريخ عمري وميلادي ورضواني وثيقتي كتبت في اللوح وانهمرت آياتها فاقرأوا يا قوم قرآني. لأنه من قصيدة قلتها أنشد أبو الغريب وغيره شيلة، أنا الحجاز أنا نجد أنا يمن أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفصاد جيراني والنيل مائي ومن عمان تذكرتي وفي الجزائر أحبابي وتطواني. ثم ضمنتها فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني وفي ربى مكة تاريخ ملحمة على ثراها بنين العالم الفاني في روضة المصطفى عمري وله في روضة المصطفى عمري ورضواني والوحي مدرسة الكبرى وغار حرى تاريخ عمري وميلادي ورضواني وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن تخصصي أنا السنة. نعم قلتها شعران ونثران وسمعت للشعراء حتى أنهم يعني أبدعوا في مسألة كلامه صلى الله عليه وسلم حتى يقول أحدهم أهل الحديث هم
أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا بأبيهم صلى الله عليه وسلم. وحتى يقول قسطري أندلسي يقول في قصيدة له: نور الحديث مبين فدن واكتبسي وحد الركاب له يا ابن الرضا الندسي واطلبه في الصين فهو العلم الرفع رفعت علامه برباها يا ابن أندلسي. سلام. وتعرف من النظم يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم العرفان. ما العلمك ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان عليه الصلاة والسلام. فذلك يقول واحد عالم أظن الباغندي محدث يقولون يحضر درسه ألف طالب ألف عمامة وألف محبرة ألف طالب. قال إني إذا احتوشتني يعني لفوا بي إني إذا احتوشتني ألف محبرة يكتبن حدثني طورا وأخبرني ناديت في الجمع والأقلام حافلة تلك المكارم لا كعبان من لبني. وصف الوحي بعدة أوصاف حتى أني قلت أنا في مدح السنة والرسول صلى الله عليه وسلم إن كان والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها ولقلت سحقا يا يدي الله أكبر أو أن قلبي لا يحب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم أحرقته بالنار لم أتردد. ويوم عشت مع السنة نظمت في عمري في صلى الله عليه وسلم 63 بيتا على قدر عمره صلى الله عليه وسلم اللهم صل حتى قلت أنصت لميمية جاءتك من أممي مدادها من معاني نون والقلم سالت قريحة صب في محبتكم فيضا تدفق مثل الهاطل العمم إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم فلستفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي عقود نصرك في بدر وفي أحد وعدلنا فيك لا في هيئة الأمم صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وكثير وكثير يعني حتى نحفظ في 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 شخص الكريم صلى الله عليه وسلم بيت لكن يطول المقام. جميل جميل بارك الله فيك دكتور كلام جميل وأنا أستمتع الحديث عن كلام الله وعن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعن شخصه عليه الصلاة والسلام. شكرا لك أثابك البارك بارك الله فيك مشاهدينا شكرا لك وأنتم لطيب المتابعة وإلى الملتقى. ستون من بالهجر أغراها ومن بقتل صريع الحسن وصاها وما لها نسيات عهدي وقد حلفات عند المقام يميني فوق